طبعا انا جايبه لكم المنظر على الطبيعه بدون اي تدخلات علشان تعرفوا ان انا شقتي زي شقه اي حد فيكم. ليه بقى؟ عشان في ناس كتير بيقعدوا يقولوا لي يا نوجة انت بتحافظي على نظافه غرفه ولادك ازاي؟ طبعا اول حاجه ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حد يا جماعه عايز بص يا جماعه حرنكش ده يا جماعه احنا جايبينه لما جبنا حاجه المدرسه والحاجات كده، هو طبعا لسه فاضي ما حطيناش في حاجه، هي دي دي عباره عن حصاله هم الولاد بيحبوا يحطوا فيها. بص يا جماعه كاتبين عليه حرنكش، جزء من مصروفهم بيحطوه. عايزه اقول لكم ان النور قاطع، طبعا المروحه بتوقف والنور قاطع، وطبعا يونس خارب الدنيا هنا. طبعا احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ اول حاجه السيكم انا جايه بهدل عندكم. هاتي حرنكش. بص يا جماعه انا دلوقتي هعمل ايه؟ هغير الملايات بتاعت السرير سريعا وهاجي اوريكم، وهكنس الارض وهلم كل الكركبه اللي هنا، وكمان انا جبت لسه جايبه حاجات. وطبعا عايزه اقول لكم ان الدولاب متبهدل، وهنا دي الملايات. يا جماعه اهدوا شويه، دي الملايات اللي احنا هنفرشها مع بعض دلوقتي، ودي اخر النهارده ان شاء الله هعمل الاوضه بتاعت الولاد. سلام. تعالوا بقى سلام. دي الحاجات اللي انا اشتريتها. بصوا انا جبت ايه، تعالوا اوريكم. بصوا مبدئيا كده انا جبت الشماعه دي عجبتني جدا، هعلقها ورا الباب عشان الولاد يحطوا عليها اليونيفورم. لا ما ينفعش قدام الباب، ورا الباب عشان الولاد يحطوا عليها اليونيفورم كل يوم اما يرجعوا من المدرسه يعلقوا. كمان جبت طبعا دول ليا يا جماعه الخير. المكتب بتاع مريم كان محتاج مفرش من فوق، فجبت له المفرش الابيض ده. تمام. وكمان جبت الورق. يا جماعه انا مش مقتنعه بالمفرش، انا هعمل الرول ده كمان. مريم هتعمل بيه المكتب، عشان المكتب كان المفروض بقى ندهنه، هي حابه تدهنه بس انا قلت لها لا مش ما عنديش وقت ادهنه. هنا لميت في الشنطه دي كل الالعاب، شلنا كل الالعاب، ما شافوها بقى الفيديو اللي فات. هلمع كل حاجه وهبدا في اخر الفيديو ان شاء الله هنجلد معاكم الكراريس ونحضر شنط المدرسه لو الفيديو يعني ما قطعش. تعالوا بقى نشوف اوضه زياد برضو هنعمل فيها ايه. طبعا انا هلم الكركبه دي، بس انا حبيت اوريكم عشان انشقكم. لو حتى شقتك متكركبه او غرفه ولادك متكركبه هتشوفي. بصي بقى، بصي الحركه دي، انت شايفه الاوضه عامله ازاي والدولاب عامل ازاي؟ شفت الحركه دي؟ بصوا بقى انا هنا ما رضيتش طبعا اطول عليكم واجيب لكم بمسح وبفرش والكلام ده، بس انا هقول يعني اخدكم جوله في غرفه الولاد بعد ما خلصتها، وكمان هقول لكم على الحاجات اللي عملتها. يعني بصوا هنا دي ديكورات مريم اهي، حاجات يعني على قد ما قدرنا وعملنا. كمان مريم امبارح جلدت كل الكراريس بتاعت اخواتها وبتاعتها على المكتب هناك اهو بتاعها. تمام كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. عايزه اقول لكم ان الاوضه خدت مني وقت ومجهود، طبعا كركبه والكيس اللي طلعت، الكيس يعني اللي طلعت من الادوات اللي احنا جبناها. دي اول حاجه، دي الملايه بتاعت مريم اللي احنا كنا جايبينها منين؟ فكروني منين 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 يا ربان؟ من كوكو عنديس. عايزه اقول لكم ان الماتيريال بتاعها خطير وقطن، وكنت جايباها ب 400 جنيه. وعايزه اقول لكم الفيديو عندكم، يعني دي عروسه المولد بتاعت رابنزل هناك، هي العفريته دي. عايزه اقول لكم دي الخامه دي قطيفه اهي، والقماشه قطن حلوه جدا. انا دايما طول عمري كنت بخاف اجيب ملايات جاهزه، يعني انا ضد الملايات الجاهزه، بس بعد ما جبت الملايات دي والخامه دي خلاص انا بقيت معتمده الملايات الجاهزه. الاول كنت بجيب قماش، بنزل العتبه او شارع الازهر واجيب قماش وبعد كده اعمله. طبعا انا موريتكم الاوضه في اول مقطع كان النور قاطع، دلوقتي الحمد لله النور جه. بصوا هنا برضو دي بتاعت الولاد، حلوه جدا. بصوا خامه قطيفه، حتى الخياطه بارزه جدا وحلوه جدا. وده كده تاني سرير اهو. هنا بقى ده الكومودينو، دي الكراريس بتاعت رابنزل، لسه ناقصها جلاد لونه اصفر هنجيبه لها، وبقيه الكراريس هي عملتها. نيجي هنا بقى، راحت مرصصه كل التوك بتاعتها، توك المدرسه،
ده المكوة بتاعتها، عندها كمية توك مدارس يعني لا حصر لها. حتى الطقطقة دي جابتها، بص كانت جايباها 15 جنيه. بس كده الحاجات الحلوة دي، البنات دي الجميلة. بس وراحت رصصت ايه ال يعني الدرج ده كده. بصوا بس تعالوا بقى ايه نشوف محتويات المكتب بتاع رابونزل. طبعا كيس البرسيل ده هنا بيعمل ايه يا نوجة؟ كنت بمسح بيه، عايزه اقول لكم ان ريحته حلوه جدا 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 جدا. هطلعها صبح حبايب قلب نوجة. كل حاجه على المكتب ده من اختيار رابونزل او من اختيار مريم. اول حاجه ده المصحف بتاعها، كنت جايبه لها من السعوديه. تمام، ده من المسجد النبوي يا جماعه، والله المسجد النبوي الشريف. ربنا يا ربي يا ربي يعني يرزقني ويرزقكم زياره بيت الله تاني. تمام، فكان ده وهبه من المسجد فجبته، وهي خدته وعلى طول بتقرا فيه بعد الصلاه. تمام، هنا طبعا عايزه اقول لكم ان دي بتفاصيلها، هي بقى ما عملتش دي لسه، ما حطتش فيها اقلامها، بس ان شاء الله هبقى اوريكم في فيديو تاني المقلمة بعد ما نظمتها. هنا بقى دي ممتلكاتها بقى، شوفوا كمية الأقلام وكمية اليونيكورن اللي في الموضوع، هتلاقيها غريبة. وجايبة فرش، هي بتحب الألوان قوي يعني. بصوا منعرفش نخرب لها في الحاجة عشان ما تجيش ايه يا ماما بتعملي ايه. وهنا الأرنب، ودي نظارتها طبعا، اللي عارف مريم عارف ان نظرها ضعيف جدا، بس هي شوية بتلبسها شوية بتقلعها كده لغاية ما تتعود عليها. هنا بقى حضرت المزمزية بتاعتها او الزمزمية كما يقولون، ودي علبة المناديل دي بتعشقها، كنا جايبينها من عند كوكو انديس. الالوان دي يا جماعة طلعت خطيرة جدا، هي غالية شوية ولكن في الجلب خطيرة. طبعا كل الحاجات دي انا الله ما شاء الله، طبعا كل الحاجات دي انا كنت مصورها لكم في فيديو المشتريات. اللي حابب يرجع لاي سعر اي حاجه، استنى اشوف دي شغاله اهو شغاله. بصوا دي بتدوسي بتاعنا وبتطلع، هي المفروض كده، لا هي كده صح، بتدوسي على التاتش اللي تحت ده بتطفي وبتقيد. تمام هي كده قايده اهي. استنى انور لكم الليد اللي على المكتب واوريكم برده شكل. لا مريم يعني فاهمه دماغها كبيره بتحب تعمل حركات. طبعا ده المفرش اللي انا جبته، طبعا المفرش الاستيكر اللي هو الورق اللي انت تحطيه وتلزقي طلع وحش قوي. تعالي مريم حط لنا كده شريط الليد ده نوريه اهي الفيشه كده يا جماعة. مريم عملت لكم الليد، بصوا اللي ورا ده ممكن ما يكونش باين قوي، هي بعد كده قالت لي ماما انا عايزه اغيره واجيبه لون تاني وبتاع، مفيش مشكلة. هو ليد ممشياه على استنوا كده اطفي النور ونشوف كده. طفيت النور عشان اوريكم كمية الراحة النفسية اللي في المكتب. بصوا عامل ازاي اهو كده. تعالوا نرجع نقيد النور تاني بقى عشان اعرفكم على بعض الحاجات. انا يا بنات دي بقى دي الساعة دي، دي بتتعلم عليها الساعة برضو، بتمشي العقارب والثواني اهي، ده عقرب الدقايق الاحمر وده عقرب الثواني، وبتبدأ ايه تتعلم. ايه ده يا نوجة كل ده؟ مريم عندها 11 سنة وما تعرفش في الساعة؟ يعني فيها اطفال كده كتير، اللي ولاده كده يكتب لي عشان ما احسش ان انا غريبة لوحدي. لكن زياد بيعرف في الساعة، لسه هعلم عليها يونس وياسين ومريم. تمام، مريم بتعرف بس بتعرفش الدقايق صح كده؟ يعني الساعة كده كام دلوقتي؟ هي العقرب ده على 11 يعني كده ممكن 1:11 دي؟ لا ده عقرب الدقايق الصغير ده دايما بيكون عقرب ايه؟ الساعات، وده عقرب الدقايق. خلاص هو يعني الساعة 11 ودقيقة. لا 11:05. ده 5 ليه؟ ما هو دي اسمها كده، دي 11:05، دي 11:10، دي 11:15، 11:15، او وهنا واحدة الا نص على الستة تبقى ايه 11:30، واحدة الا نص ايه 11. انا بعلمها غلط. بصي يا بنتي دي اسمها خمس، دي اسمها وخمس وعشرة وربع وتلت. لما العقرب الصغير بيجي على اي رقم مثلا تبقى الساعة 11:15 كده، كده الساعة هنجيبها بالظبط كده 11
مش الصغير بس، دي كده الساعة 11 وربع. لو جه الأزرق على الأربعة بقى 11 وتلت ونص إلا خمسة ونص بالظبط. 12 إلا تلت، 12 إلا نص، مش عارفة هنا 12 إلا تلت بيتهيألي، 12 إلا ربع، 12 إلا خمسة، 12 إلا 10، 12 إلا خمسة. أول ما يجوا العقربين مع بعض على 12 يبقى الساعة 12 بالظبط. فهمتي؟ هي هتاخد معاك وقت شويه بس بعد كده تعرفي كل حاجه. انا لا مش غريبه ولا حاجه. بعد كده انا بقى، انا كنوجة اول ما اتعلمت على الساعه الرقميه، ما اتعلمتش على دي، بعد كده بقيت افهم في دي. انا كنوجة بصوا بقى، دي حاجتها، وده طبعا ما كنتش وريته لكم. ده بتقولي بقى يا ماما بتعمل بيه اشكال كده، ممكن تحطها تمام قبل دخول المدرسه، ممكن تزين بيه قلم، تعمل بيه كذا حاجه، كراسه. هنا بقى ده حرنكش طبعا اللي انا ورته لكم في اول الفيديو. طبعا على ما انا خلصت وروقت كان يونس بهدله، ومريم نقزت ما يمكن انقاذه ورسمت ملامحه تاني وسمنا حرنكش. حط بقى فيه ايه؟ فلوس. وده دبابيس المكتب، ودي هنا الالوان، وهنا المقالم واللانش بوكس والحاجات دي. وهنا طبعا الراجل جاب لي السجاد ونضف ده بالشكل ده بس كده. هي دي محتويات الاوضه اهي. طبعا هنا في ظهرنا الدولاب، وهنا بقى دي قعده يونس وياسين اهم. طبعا دي شنطه مريم لسه بنجهزها، ودي الترابيزه بتاعت يونس وياسين، ودي شنطه اوشا لسه برضو هنحط فيها حاجته، ودي اللانش بوكسات. وطبعا اوضه زياد برضو هبقى اوريها لكم في فيديو تاني. بس قولولي ايه رأيكم، يلا نروح بقى نعمل الغدا. وقولولي بالله عليكم ايه اكتر حاجة عجبتكم في الاوضة، لان الاوضة دي تعبتني جدا. انا فرحانة جدا ان السجادة دي كانت السجادة، عارفين السحاب الابيض ده كان ايه؟ سويت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بحبكم قوي قوي، ويا رب يكون عجبكم الفيديو النهاردة. تعالوا بقى اوريكم هعمل غدا ايه. يلا باي. بصوا هنا بقى يا بنات، دخلت اعمل بطاطس، وهنا هعمل سجق. هنا بقى يا البختي كان قطعت البصل طرنشات وحطيت حتة زبدة كده، وهبدأ اعمل بقى ايه سجق. قطعت الطماطم كده زي السلطة، وحطيت معلقة صلصة. عايزة اقول لكم ان انا بعمله احلى، اقسم بالله ما بشتري جاهز، وتحفة تحفة كده. فحطيت بقى معلقة صلصة، وطبعا الناس بتقولي اي نوع صلصة بتستخدميها نوجة؟ بستخدم النوع اللي هو البرطمانات الجاهز ده، بحبه جدا جدا ومبستغناش عنه في اي اكل، وبيديني نتيجة حلوة. جبت السجق وسلقته وقطعته، بعد كده حطيته على الصلصة والطماطم، وبعد كده والفلفل طبعا الاخضر، وبعد كده حطيت شوية مية سخنين وسبته بقى يغلي، وبعد كده بياخد غلوة 5 دقايق وبعد كده يبقى استوى. ده الغدا بتاع النهاردة. وعملت كمان جنبه بطاطس محمرة، وكمان خيار كده مقطع، سلطة الطحينة. بس كده حبايبي، ده كان الغدا النهاردة، وده فيديو النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا مني اي حاجة. بحبكم قوي، والسلام عليكم.